يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في بعض القنوات الفضائية من يذهب إلى الدول التي يوجد بها شرك فيصور القبور ومن يطوف عليها والكهنة الذين عند القبور مع الشرح والتحذير، وقصدهم في ذلك تبيين الحق للناس ودعوتهم للتوحيد، فمن رأي في مثل هذه البرامج الفضائية؟ هذه طريقة ما سلكها السلف ولا عمل السلف، يحذرون ويجيبون الآيات والأحاديث يشرحون للناس التوحيد ويبينون لهم الشرك، ولا ورد أنهم يمثلون ويجيبون صور ويجيبون، لا ما هذا تكلف، وربما أن هذا ترويج لها، تروج صورها تروح للعوام والناس الجهال يظنون أن هذا أنه عمل صالح. نعم.